محكمة. بسم الله نفتتح جلسة بين أيدينا لهذا اليوم، وهي قضية تعتبر في غاية الأهمية، يدعي فيها كل من الأسرة الممثلة بالأب والأم والمدرسة الممثلة بالمعلم على الطالب في الصف الثامن بالإهمال واللامبالاة والرسوب المتكرر والتخلي عن الصفات الحميدة والصفات المحبوبة وغيرها، فلتتفضل الأسرة بتقديم دعواها على لسان الأم. آه يا سيدي القاضي، أبث شكاوي جورة ما لقيت من ابني. ابدأي بالحديث وتفضلي. إن ابني أصبح قليل الإنجاز، مدمن على الجوال، أهمل الكتاب وأهتم بالألعاب، يرفع صوته علي عند الكلام ويقال لي أفر ويقال لي أفر ويقلل من الاحترام، وتحول هذا الولد المطيع والهادي إلى بحر من الأعاصير ومجاة من البرودة صقيعة حين به. يا سلام يا سلام. تفضلي. بعد أن سمعنا كلنا إلى دعوة الأسرة على لسان الأم، والآن نستمع إلى دعوة المدرسة على لسان المعلم، فليتفضل تقديم دعوة. نعم يا سيدي القاضي، إن طالبي هذا كان متميزا على الدوام، يقول له جميع الحب والاحترام، والآن تغيرت أحواله وزاد إهماله في دروسه، لا يقرأ فمن وضعه يتبرى، ترك صحبة الأخيار ورافق الأشرار، فبدلوا من صفاته وغيروا أخلاقه. هل يمكنك أن توضح لنا أكثر ما تقصده باختصار؟ يا سيدي، إن هذا الجيل تخلى عن الاهتمام بالعلم رغم توفير كل الظروف التي تساعده على التعليم، وتخلوا عن السعي إلى تقدم وطنه والنهوض بأمته، فأهمل دروسه ومذاكرته، فلم يعودوا يعرفوا من سيرة نبيهم إلا ما سمعوا في المناسبات الدينية، وراحوا يبحثون عن ما لا نفع فيه ولا فائدة. تفضل. بعد أن سمعنا كلنا إلى دعوة الأسرة على لسان الأم، واستمعنا دعوة المدرسة على لسان المعلم، والآن يا أيها الطالب، ماذا لديك من أقوال وكيف ترد على التهم الموجهة إليك؟ يا سيدي القاضي، إنما قالته والدتي ومعلمي فيه شيء من الصواب، ولكن اسمحوا لي أن أحكي لكم السبب وراء التغير الذي حدث لي وسبب إهمالي ورسوبي. أولا أحكي موقفا حدث لي في البيت مع الأسرة، ثم أحكي موقفا حدث لي في المدرسة بيني وبين زملائي، فهل أبدأ؟ نعم ابدأ بالحديث وتفضل. كنت دائما من المتحمسين للعلم والمذاكرة، ولكن في أغلب الأوقات كنت أصل إلى البيت فلا أجد أي اهتمام بي أو تشجيع لجهدي وتفوقي، وفي أحد الأيام الدراسية وقبل موعد اختبارات أحد الشهور وصلت إلى البيت فرحا مسرورا بجدول الاختبارات ذلك الشهر. اداله المايك الثاني، اداله المايك الثاني أفضل. يابا ليه استلم جدول الاختبارات؟ اقرأ من أجل الذاكر للمواد. خلاص يا ابني امك ذا قلت المواد، انا مشغول ومي اعمال كثيره تفهم، وخلال هذا الاسبوع ميجتمع مع الخبراء تناقش بالعمل، شو وقتك انا؟ الله حلها من يذاكر لي مش تياسر. وماما انت عذاكري لي صح؟ ماذا معك يا ابني؟ اني مشغوله ما دريت ما اعمل، اكنس البيت، اهتم باخوانك الصغار، كل شيء على راسي ومعي مواعيد، ذاكر بنفسك. أمي كلها مواعيد، عرس، خطوبة، ولا أولادة، خارج السوق، ومواعيد أمي على القلب مثل العسل، وأنا من يذاكر لي؟ أبي مخزن ما يصلح المجلس إلا به، وأمي ما شاء الله على ما تفوت خارجة. أما في أحد الأيام الدراسية وصلت إلى المدرسة متأخرا، ولم أحضر طابور الصباح، ولماني زملائي لتأخري، ولكني مللت، فكل يوم نفس الروتين، ولا يحصل شيء يكذبنا أو يشدنا. ولقد قلد زملائي أساليب المعلمين، فهم يدخلون الصف، يردون السلام، يضربون على الماسات، ويطلبون منا إخراج الدفاتر والكتاب والهدوء، فلهذا مال البعض منا، فنحن معظم الطلاب لولا وجود الأستاذ وضحى، وأنا شخصيا فلن أحضر متأخرا فقط، بل لن أحضر نهائيا، فهي أستاذة رائعة في شرحها، تدخل لنا كل يوم بشيء جديد، تبدأ درسها بخاطرة إضافة إلى شرحها الرائع والمتميز، فهي تقول لنا دائما أنتم شباب المستقبل وأنتم أمل الأمة، وأنا عندما أراكم شيئا مهما في المستقبل سوف أرفع رأسي عاليا وأقول هؤلاء هم طلابي، وهذا ما يجعلنا نشعر بحب التعليم والمذاكرة، وحبي لهذه الأستاذة هو ما يجعلني أحضر إلى المدرسة. يا سيدي القاضي،
السيد القاضي، هذان الموقفان حدثا معي في المنزل وفي المدرسة، وبعد كل الذي حكيت لكم لا شك أن النتيجة معروفة. بسبب انشغال الأهل عنا رسبت في أغلب المواد ونجحت في البعض، وكان نجاحا عاديا بنصف الدرجة. أما معلميني فإنهم لا يكلفون أنفسهم ولا يتعبون من أجلنا، فالمهم عندهم أنهم شرحوا، ولا يهمهم هل فهمنا، هل استفدنا، هل استمتعنا، لا يهمهم ماذا نريد وفيما نفكر. يا سيدي القاضي، إن هذا الجيل لم يجد من أسرنا ومعلمينا القدوة التي نتبعها، فقط يقولون لنا شيئا ويعملون عكسه، يقولون أننا لا نكسب قيم ومبادئ تجعلنا نتمسك بالقيم والمبادئ. يا سيدي القاضي، إذا لم يعلمنا الأهل والمعلمون هذه الأخلاق ويربوننا عليها، فلماذا يقفون أمامكم يحاكموننا ويتهموننا بالسير أمام الجوالات المدمرة ونسينا من نحن وكيف كنا؟ بعد أن استمعنا إلى دعوة الأسرة والمدرسة ضد المتهم ورد المتهم إلى جميع التهم إليه، فترفع الجلسة والنطق بالحكم بعد التشاور والمداولة. كما بما يلي: أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها المعلمون، أولئك الطلاب هم أمانة في أعناقكم، إنهم بذرة في هذا الوطن، إن تعهدوها بالرعاية فقد أخرجتم شجرة طيبة، أصلها ثابت، فرعها في السماء لا تطرح إلا أطيب الثمر. أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها المعلمون، أولئك الطلاب، إنهم أساس الغد، إنهم السادة، إنهم القادة، فبعلمهم وبأخلاقهم تبنى الأوطان وتتقدم الشعوب، انظروا دائما إليهم بعين الفرح. قولوا لهم نعم السلام يكونوا إليكم نعم الخلف. أما أنتم يا أيها الطلاب، عليكم أن تبحثوا كل شيء في جديد في العلم، مهما خذر أنكم تمتلكون الإرادة والعزيمة والرغبة والتقدم، ولن يستطيع أحدا أن يسير على سيرة نبيكم. اقرأوا وتأملوا إليها تمعان وصمت حتى وصل إلى دين الله إلى أرجاء الأرض. أما أنتم اتباع هذا النبي الكريم صاحب أنتم اتباع هذا النبي الكريم أي لا صعب عليكم النهوض بأمتكم والنهج على سير نبيكم الأول. أما أنتم أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها المعلمون، بالعلم والأخلاق والعمل تبنى الأوطان وتتقدم الشعوب وتنهض الأمم. فحيوا جميع مسؤولون، فرفعت الجلسة. خلاص رفعت الجلسة. باقي فتح من الطهر.
الله سيبني انا اسف طلع الجوهره ثمينه. ساراك في المستقبل شيئا عظيما. هذا النشيد.